اللوبي، اللوبي يعني اروح مثلا اذا عندي مثلا مشروع اشوفه ابقى مش امرره من خلال البرلمان، اروح احاكي فلان وحاكي فلان وحاكي فلان، تعال ترى المشروع زين، واعطيه حاوله على اساس يعني ياخذ بطريقه ايجابيه علشان يصير في هناك تصويت عليه ومشون المشروع. نقول ضغط يعني. هذا اللوبي، هاي يسمونه لوبي. لا لا بس الضغط إيه؟ بأي طريقة؟ مو ضغط يعني التسويق، أنت تحاول تسوق يعني تحاول تقنعه. طبعاً عندنا إحنا عدة مبادرات، ومبادرات الغرفة في المرحلة الجاية في الدورة الجاية راح تكون تنصب بشكل كبير في الريادة والانتقال من مرحلة معالجة التحديات والمشاكل اللي تعتبر هي موجودة في الحاضر والماضي إلى المستقبل. الابتكار دائما يوجهنا إلى المستقبل، فإحنا نحاول أن ننتقل إلى المستقبل بتبني أفكار جديدة، أطروحات جديدة، مشاريع جديدة، الابتكار في بعض المواضيع، خلق فرص جديدة واغتنام الفرص بالضبط. فالمبادرات اللي ذكرناها اليوم هي جزء من التوجه اللي في مجلس الإدارة، وإحنا عندنا 22 هدف كمجلس إدارة نركز عليهم في الفترة المقبلة، وإن شاء الله نقدر نحقق هالمبادرات هذه. إحنا طبعاً عندنا 22 مبادرة، جزء كبير منهم مبادرات نتائجهم سريعة، وجزء منهم استراتيجية معناته إن إحنا بنشتغل عليه على مدى طويل. هدفنا اليوم إن هال 22 مبادرة قاعدين نشتغل مع كل رئيس لجنة إن نحول هالمبادرات على حسب القطاعات اللي هم عندهم، إن هم يأخذون هالمبادرات ويشتغلون معانا كمجلس إدارة في تفعيل هالمبادرات، لكن نفس الوقت هم بعد بيطلعون مبادرات ثانية. هال 22 مبادرة اليوم قاعدة تتوزع مو بس على اللجان، قاعدة حتى تنزل إلى مستوى أن كل مبادرة يمكن فيها 10 مبادرات ثانية أو أكثر. فشلون بنفعلها؟ قاعدين نشتغل في لجنة معينة اللي هي التفكير الاستراتيجي، أن شلون أنت بتحقق هالمبادرة، شنو الأهداف اللي لازم، شنو الكي بي آيز، شلون أنت بتقيم أنك أنت أصلاً حققت هالهدف. فالأساس اللي احنا قاعدين نركز عليه هي الحلول، ما قاعدين بس نطالع المشكلة، لا شنو الحل. نفس الوقت هم كرؤساء اللجان بيطلعون مبادرات من صوبهم، لأن هو كرئيس والأعضاء اللي معاه ناس خبراء مختصين في السوق التجاري. عندنا حاليا نقدمهم حق ترشيح اللجان حوالي 350 واحد من خبرات وأعضاء الغرفة وأعضاء المجتمع المدني. إحنا تم عملية فرز تقييم لكل واحد قدم، نسعى اخر الاستقطاب الاكثر. الكل زين والكل مشهور على التقدم، لكن في الاخر احنا كنا محصورين بعدد معين، اضطرينا احنا نوصل الى عدد 102 عضو، وكذلك من 350 اخذتوا 102 102 اليوم احنا معتمدين اليوم على 102 حق لجان هذه الاعضاء، وكذلك مستشارين في الاعضاء اللجان.